My name is Juan Javier Barragan. I come from Holland, but I fight for Spain. And I'm glad that I can show my skills tomorrow at Arab Boxing for the world title against Charlie Peters. Now for a break. What's this knob do? وشركة رؤية للسياحة بالمملكة العربية السعودية. طبعا احنا نعمل في قطاع السياحة وكالات السفر والسياحة والطيران، لكن لما علمنا ان هذه البطولة بطولة العالم للملاكمة العربية ستنظم وتقام في دولة الامارات العربية المتحدة في خيمة التواصل العالمية تحت رعاية الدكتور عبدالله النيادي. طبعا انا وشريكي الاستاذ عبدالله شاهين شركة رؤية بالسعودية لن نتهاون عن اتخاذ القرار برعاية هذه البطولة على أساس دعم الربط العربي بالدين بين الدول العربية وعودة مصر على خريطة العربية مرة أخرى. البطولة العالمية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي بطولة العالم الدولية للملاكمة العربية، وكنا من الشركات التي حرصت على دعم وربط العلاقات العربية بين الدول التي أقامت هذه البطولة في خيمة التواصل العالمي، حيث أن خيمة التواصل العالمي تجمع جميع الدول العربية لتتواصل بينهما بعض. وقلنا أن هذه المناسبة هي فرصة لدعم السياحة وعودة السياحة مرة أخرى ورفع وضع خريطة مصر مرة أخرى على العالم السياحي. وإن شاء الله بإذن الله إحنا قدمنا مبادرة في هذه البطولة إن إحنا ننتظر إقامة هذا الحفل الكبير وهذه البطولة مرة أخرى بعد العيد وقريبا إن شاء الله داخل جمهورية مصر العربية، وبالأخص في مدينة سياحية مثل مدينة شرم الشيخ أو مدينة الغردقة، وذلك ليكون زي ترويج سياحي للعالم مرة أخرى إلى جمهورية.